هذا فقر بسبب فقر القلوب، القلوب فقيرة، ما عندها شيء، ما عندها تصور، ما عندها صورة للعزة التي كانت انزين في التي كان عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في ذلك الوقت، وإلا لطلبتها القلوب. لماذا؟ للإنسان يرى واقع الأمة، لا يمكن لحر أن يقبل بواقع الأمة الذي هي عليه اليوم، لا يمكن لإنسان حر أن يقبل بواقع الأمة. إذن إما أن أكون من عوامل العوامل المساعدة لي ومن معاول البناء لهذه الأمة كي تعود إلى المسار الصحيح، وإما أن أكون سببا في تقاعسها وسببا في هزيمتها. الإنسان لابد، فإذا كان الإنسان فقير القلب لا توجد لديه أدنى معرفة بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبسيرته، فإلى أي شيء يطمح؟ إلى أي شيء يعني يرتقي؟ لا يوجد، لا يوجد تصور أصلا. ما هو التصور الذي البديل؟ التصور البديل هو الدنيا، الحياة، يعيش، يأكل، ينام، يكدح لأجل الرزق، يسعى، يصارع، يقاتل كشأن الحيوانات في الغابة. لا وجود للطموحات، لا وجود للأهداف السامية السامقة العالية، لا وجود لرفعة الأمة، لا وجود للاهتمام بشأن الأمة. لا، أنا فقط كل واحد كما يقال اللهم نفسي نفسي، آكل وأشرب وأكتفي بهذا الأمر. إذن المحور الأول من محاور حديثنا هذا الاهتمام بمثل هذه المناسبات، ولكن بشكل أوسع، حتى بحيث تشترك البيوت، حتى تساعد وتساهم البيوت بنسائها وبأطفالها في كتابة أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في بطاقات، في بطاقات، وكتابة أبناء أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابة أسماء بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تتهادى هذه البيوت هذه البطاقات مع شيء من الهدايا البسيطة الرمزية لأجل تحريك يعني روح الفرح في هذه الأسر، في قلوب هذه الأسر لأجل هذه المناسبة. كذلك شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء من رحمته صلى الله عليه وسلم، شيء من قصص تعامله صلى الله عليه وآله وسلم، رحمته بالحيوان، تكتب في بطاقات، وهذه البطاقة تهدى إلى هذا البيت، وهذا البيت يهدي هذه البطاقة إلى البيت الثاني، وهكذا. لا يتكلف كل بيت لكتابة الكثير، لا، ولكن بتعاون الجميع وتكاتفهم يمكن أن يقرأ الجميع ما أنتجه الجميع، يمكن أن يقرأ الجميع ما كتبه الجميع، يمكن أن يقرأ الجميع ويعرف الجميع ما وقف عليه الجميع. ألا تنتشر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، تتحرك على الأقل في القلوب بهذه الصورة أكثر؟ إذن إحياؤنا للمناسبة أمر محمود، خلافا لمن قال بأن هذا بدعة في الدين، هذا من منهج الدعوة، إعادة الناس إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى طريقه، هذا من منهج الدعوة. وكل إنسان داعية، الدعوة ليست محصورة في أفراد معينين، الدعوة ليست محصورة في علماء أو خطباء أو ما شابه ذلك، الدعوة محصورة في كل مؤمن. لماذا؟ لأن الدعوة أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، قال بعض أهل العلم، وهو قول حقيق أن يتمثله الناس أجمعين، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم.